السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي، تعالى نحل أول نموذج من امتحانات التفوق ونشوف أفكار الأسئلة. أول سؤال بيقول The two following figures illustrate how the cross section of leaf X changes when it is transferred from solution A تمام to the solution B which differs in concentration. انا عندي ورقه، الورقه دي خدنا فيها قطاع وحطيناها في المحلول A وفي المحلول حطينا قطاع او اتنقلت من A نفس القطاع او السكشن بتاع الليف حطيناه في A وبعدين نقلناه في B. فبيقول which of the following statements accurately describe the changes that occur to the leaf in solution B. عايزين نعرف السكشن اللي احنا خدناه وكان موجود في السوليوشن ايه ولما نقلناه في بي ايه اللي حصل له. واضح هنا من اللي حصل انها انتفخت او اكتسبت فيسيولوجيكال سبورت طبعا بايه، بالاوسموز زي ما احنا عارفين. حلو جدا. طيب ايه اللي حصل بقى؟ حصل ديكريز للساب كونسنتريشن ان ذا ليف سيل، حصل نقص او تركيز الفجوه العصريه او الساب فاكيول بدا يقل، ولا حصل ديكريز ترجر بريشر، ولا حصل نقص في ضغط الامتلاء اللي هو امتلاءها بالميه في الورقه نتيجه انها فقدت الايه الميه. دي ما فقدتش، دي كسبت الميه، يعني معنى كده ان هي عندها فيسيولوجيكال سبورت. ولا حصل انكريز للكيوتين ديبوزيشن اون ذا ليف سيل، ولا حصل زياده في الكيوتين. طبعا زياده في الكيوتين دي انسى، دي جزئيه مش هنفكر فيها اصلا، يبقى هنا مش معانا. تمام. increase the osmotic pressure، هل حصل زياده في الاوسموتيك بريشر؟ اكيد الاوسموتيك بريشر هنا ما زادش، ده المفروض قل لان الورقه اكتسبت ميه بالاوسموزس، يعني معنى كده ان تركيز الاملاح فيها قل. طب ايه اللي يفيد من الاختيارات ان تركيز الاملاح قل؟ نمبر A. يبقى انا كده عندي دي كمان غلط ودي غلط، يبقى اللي صح A، نقص الساب concentration يعني تركيز الفجوة بدأ يقل. قال لي ليه؟ لأن الورقة أو الخلايا السكشن الكروس سكشن اللي احنا خدناه من الورقة بدأ ان هو يكتسب physiological support، يعني المية دخلت إلى داخل خلايا الورقة، دخلت يبقى زاد الترجر بريشر، يعني حصل نقص في الأوسموتيك بريشر، يعني حصل نقص في الكونسنتريشن أوف solutes اللي هي المواد المذابة أو الأملاح سواء كانت الشوجرز أيا كان. يبقى الإجابة بتاعتي إيه؟ نشوف السؤال اللي وراه. بيقول the following are two method contraception study them then answer. انا قدامي حالتين، الحالة الاولى ده طبعا الكايل، والحالة التانية هنا حصل ligation ربط of fallopian tube، صح كده؟ ده ايه البيرمننت. طيب تعال نشوف، افكرك هنا ان الكايل كان بيعمل ايه؟ ovulation موجود؟ موجود. fertilization موجود؟ موجود. لان كنا بنقول ان الكويل بيمنع ايه؟ بيبريفنت الايه؟ الامبلانتنج بتاعة الايه؟ الزايجوت في الاندوميتريوم، يعني معنى كده حصل كمان fertilization. وبيحصل menstruation، تمام؟ هنا هي بيحصل ovulation لكن مفيش fertilization، تمام؟ وبيحصل كمان منستريشن لكن احنا قطعنا على السبرم الطريق ان هو يوصل للاوفم. طب تعالى نشوف الكلام بيقول ايه. What distinguishes method B from method A؟ هو عايز يعرف B بتتميز بايه عن ايه. هل بتمنع the first meiotic division of the primary oocyte؟ هل بتمنع الانقسام الميوزي الاول؟ لا، الانقسام الميوزي الاول بيحصل موجود، تمام. هل prevent the second meiotic division of the secondary oocyte؟ هل بتمنع الانقسام الميوزي الثاني اللي هو بيحصل في fallopian tube لما بيحصل الاخصاب، لما بيدخل السبرم؟ اه، لان انا مانع هنا دخول السبرم، فدي اجابه سليمه ودي اجابه خاطئه. طيب prevent ovulation، استغفر الله العظيم، التبويض بيحصل والبويضه بتقعد في مكانها في upper third part of fallopian tube بس مش بيجي لها سبرم. طيب بنقول انها reversible method، انها بنقول prevent ovulation، طبعا بنقول ان مش بتمنع التبويض، الحالة دي في تبويض. reversible method طريقة انعكاسية، جملة كده او نقطة مش موضح يعني ايه طريقة انعكاسية، ملهاش اي معنى، وبالتالي الاجابة السليمة بتاعتنا هي B.
خلاص نشوف السؤال اللي وراه. بيقول لحضرتك which of the following، اي من الاتي، which of the following could be present، موجود in the human female embryo، موجود في انثى الانسان. طيب الجرافين فوليكل ولا جرافين فوليكل دي بتتكون لما بيحصل ماتوريشن، تمام، يعني بنبدا نتكلم عن ميوزس 1، تمام، ولا كوربس ليوتيوم ولا البولر بادي، طبعا كوربس ليوتيوم مستحيل، ولا البولر بادي. البرايمري اووسايت، اصل البرايمري اووسايت بتدخل جوه الجرافين فوليكل بعد كده، دي المرحله اللي المفروض بتبقى متكونه ده وهي جنين. بعدين البرايمري اللي هي مرحله ايه يا اولاد؟ فاكرين كان عندنا حاجه اسمها، برافو عليكم، المالتيبليكيشن والجروث، المرحلتين دول بيتموا في الفيميل وهي جنين في بطن امها، يبقى معنى كده احنا عندها البرايمري اووسايت. لسه بقى لما يحصل ماتوريشن البرايمري اووسايت تدخل جوه الجرافين فوليكل تطلع سكندري اووسايت، يبقى اذا الاجابه بتاعتنا هتكون دي، primary oocyte. After several days of using بيقول لك دواء اسمه فيروسيميد او فيروسيمايد، ماشي، هو عباره عن عقار drug used to reduce body fluid، بيسبب او بيستخدم وبيقلل سوائل الجسم. which hormonal response is typically activated، ايه الهرمونات اللي هتنشط نتيجه اخذ هذا العقار اللي بيعمل على الاقلال من سوائل الجسم؟ عايزين يا سيدي هرمون بيسحب الميه وبيرجع الميه تاني للجسم، عارفه ده؟ مين هو؟ ADH، او بندلعه نقول له VH، وده بيفرز منين؟ من البوستيريور لوب اوف بيتيتري جلاند. يبقى انا هدور في اختياراتي على VH او ADH او كلمه بوستيريور لوب اوف بيتيتري جلاند. تعال نشوف ايه اللي هتزيد. هيزيد decrease طبعا، هيقل الاكتيفيتي بتاع البوستيريور، مستحيل ده هيزيد، يبقى ما ينفعناش. decrease الاكتيفيتي بتاع الانتيريور ملهاش علاقه اصلا. الانكريز بتاع البوستيريور بيتيتري جلاند هيزيد، اللي هو معنى كده انها هتطلع لي ADH. increase the activity of the islets of Langer hands ملهاش علاقه اصلا البنكرياس بالموضوع، انا عايزه احافظ على مستوى الميه، عايزه احافظ على الهوميوستاسيس بتاعت الجسم. يبقى الاجابه بتاعتنا هنا هتكون C، زياده نشاط البوستيريور بيتيتري جلاند. what characterizes the reproduction in the illustrated organism from the reproduction in reptiles؟ طبعا ده مين يا ولاد؟ برافو عليكم، بوليبوديوم. مين في البوليبوديوم؟ عارفه ده، جاميتوفايت. حلو، طب الجاميتوفايت ده كان كام ان؟ ما شاء الله عليكم، ان، حلو جدا. واحنا بنعمل هنا ايه؟ بيقول لك ده بيتكاثر، كان تكاثر ايه؟ تكاثر جنسي، تمام؟ كان بيعمل سيكشوال ريبرودكشن، حلو. وكانت الجاميت بفكرك ار بروديوسد باي ميتوزس، وكان مكانهم في الانتيرير بارت اوف جاميتوفايت او البروسلس او الهارت شيب، مش احنا مسمينه كده؟ يبقى احنا هنا الجاميتس ار بروديوسد باي ميتوزس، حلو قوي. طيب عايز اعرف ايه اللي بيميز او ريبرودكشن الكائن اللي قدامي عن الريبتايلز؟ طبعا الريبتايلز هيكون بيتكاثر تكاثر جنسي، تمام، وجاي من يعني التكاثر هي حاجه واحده، مفيش عندنا الترنيشن اوف جنريشن في الريبتايلز، هنا في الترنيشن جنريشن في البوليبوديوم. وخلي بالك كمان ان الجاميتوفايت جاي من ايه؟ عندنا سبور، والسبور ده ان، والجاميتوفايت ان، هيحصل جيرمينيشن باي ميتوزس، برضو الحكايه كلها ميتوزس ميتوزس، مفيش عندي تنوع وراثي، تمام. وبعدين عندنا كائن واحد اللي هو الجاميتوفايت عليه التو جونادز اللي هم الانثريديوم والاركيجونيوم. انا بحاول ايه يعني احلل الرسمه. تعال نشوف هل بيحصل لور بيولوجيكال كوست؟ بيحصل في تكلفه اقل، لان انا معتمده على فرد واحد. هل فورميشن اوف جاميت في هنا بيبقى بالميوتيك ديفيجن؟ لا. هل جيناتيك دايفرستي، في تنوع وراثي في الافراد الناتجه؟ لا، لان احنا معتمدين على الميتوزس. هل هابلويد اوف سبرينج، استغفر الله،
الفرد اللي هيطلع من هنا اللي هو بيقول عليه هابلويد ده، تعالى كده اهو، ده هيكون مين؟ سبوروفايت. طب والسبوروفايت هيكون ايه؟ 2N. ده بيقول لي الفرد الناتج هيكون ايه؟ هيكون هابلويد. يبقى برضو غلط. يبقى الإجابة بتاعتي الصحيحة إن الفرد اللي قدامنا أو الكائن اللي قدامنا اللي هي ستيج اسمها جاميتوفايت هيكون فيها lower biological cost، تكلفة بيولوجية أقل، لأن أنا معتمدة على فرد واحد الجاميتوفايت اللي عندها كام جونيدز؟ 2، الأنثريديوم والأركيجونيوم أو أرشيجونيوم اللي يعجبكم. نروح نشوف السؤال اللي وراه. بيقول upon pollination which of the following flowers result in the formation of seeded fruits. تمام، مين من الازهار دي هتكون لنا ثمار ببذور، سيدد فروتس. تمام، انا عندي هنا في كاربل واضح. طب ما الكاربل دي هيجي لها بولين جرين فتعمل لنا ثمره بايه؟ بالبذور، مفيش مشكله. طب وهنا انا اللي عندي هنا شايفه انثر وما عنديش كاربلز، يعني ما عنديش الجيمنيسيوم، يبقى مش هتعمل دي ثمره. هنا انا عندي يعني دي في ميل فلاور ودي كانت ميل فلاور ودي تعتبر بايسيكشوال، يبقى اللي هيحصل ويديني ثمار ببذور هي A وسي اهو. خلاص، the figure below show the body's response to mass of cancer cells in the liver. الشكل اللي امامك بيوضح استجابه لكتله سرطانيه in the liver في الكبد. study is then answer هندرسها. بيقول لك خليه ايه هتهاجم الايه؟ حلو قوي. اول ما يقول لي خليه سرطانيه، ولادي حبايبي عارفين ان الكانسر سيلز مين اللي بيهاجمها؟ برافو عليك، الناتشرال كيلر سيلز والتي سي. طب الناتشرال كيلر سيلز كانت بتعمل ايه؟ سيكريت الانزيمز، والتي سي عارفينها انها كانت بتفرز مادتين، البرفورين والليمفاتيك توكسينز. حلو الكلام. تعالى بقى نرجع، خلايا هتهاجم الكانسر سيلز. تمام، يبقى انا شايفه ادي الكانسر سيلز بتهاجم مرتين من نوعين من الخلايا، دي وهنا البي. واضح ان البي دي لازم خليه ثانيه تنشطها. يبقى انا فهمت ايه يا اولاد؟ فهمت ان بي سيلز دي هتكون التي سي. مين اللي هينشطها؟ السيتوكاينز. سايتو كاينز. تمام، يبقى دي اكتيفيتد اللي هي خلايا سي اكتيفيتد تي اتش. حلو، وتبقى دي تي سي هتهاجم الكانسر سيلز، والغلبانه دي اللي مش محتاجه تنشيط تبقى ناتورال كيلر سيلز. يبقى معنى كده هو بيسالني ويتش اوف ذا انديكيتد سيلز، اي من الخلايا المشار اليها، اللي كمان عطاني اهو مفتاح. وانا دايما بقول لك دور على المفاتيح بتاعه الايه اللي موجوده. المفتاح اللي موجود عندنا انه بيقول انها من 5 إلى 10، ده تركيز مين؟ ناتورال كيلر سيلز بالنسبه لللينفوسايت في الدم، وبالتالي هتبقى هي الخليه ايه؟ تبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ ايه اونلي. تمام، نشوف السؤال اللي ورا. بيقول after studying the following figure، بعد ما تدرس الشكل اللي قدامك، واضح من الشكل اللي قدامك احنا بنتكلم عن تجربه هيرشي اند تشيس. تمام، والتجربه دي بيقول ان في بكتيريوفاج بيهاجم الخلايا البكتيريه، وبعد 32 دقيقه بيطلع 100 فيروس. تعال نتتبع الخطوات كده. ادي الفيروس بدا يهاجم، يدخل الايه الماده الوراثيه او الجينيتك ماتيريال بتاعته، بدا يستخدم الخليه في انها تكون البروتين، الماده البروتينيه الخاصه بيه والاجزاء بتاعه البروتين. بدا هنا بقى في بي يتعمل الغلاف البروتيني. تمام، شايف هنا بيتعمل الغلاف البروتيني. حلو، بعد كده حصل عمليه التجميع ويخش الماده الوراثيه جوه البروتين كوت، وبعد كده حصل انطلاق وريليزنج للبكتيريوفاج. بيقول ات وات ستيج، في اي مرحله ار ذا بيبتايد بوند انفولفد ان فيج سينثيسيس، في اي مرحله حصل ان البيبتايد بوند دخل في بناء الفيروس، انفولفد ان فيج سينثيسيس فورمد. حلو كده، في ناس تقول لي في المرحله ايه؟ ماشي، في المرحله ايه انا مش هقدر اكذب حضرتك واقول فعلا ان في تكوين لسلاسل البروتين اللي هتكون البروتين كود، بس هو بيقول لي عايز يعرف امتى البيبتايد بوند بقت ضمن بناء الفيج. هنا انا بقيت شايفه شكل البروتين كود، يعني خلاص هو دخل يصنع لي البروتين كود، يبقى هفكر في ايه ولا هفكر في بي؟ لا هفكر في بي، يبقى هنا هنفكر في بي، تبقى الاجابه بي.
هنا لان فعلا البيبتايد بوند دخل في بناء البروتين كود. سؤال 9, the diagram illustrates the structure of the DNA building unit X. تمام, building unit X طبعا انت عارف انها نيوكليوتايد. Study it then determine. انا عندي ده فوسفات جروب وعندي ده بنتوز شوجر وعندي ده نيتروجين سبيس. واضح ان هو عمل لي التجميع. تعال افكرك, مش انا عندي ادي ايه الوحده, كنت بقول لك ايه, افتكر معايا كده احنا كنا بنقول ايه يا اولاد, فانوس رمضان صح؟ ليه بقول عليه فانوس رمضان؟ علشان عندي اكسجين هنا وبعدين عندنا هنا نيتروجين سبيس وليكن ايه, وهنا عندنا فوسفات جروب حلو جدا, وده الشوجر اللي هو الدي اوكسي ريبوز, وبعدين وراه نيوكليوتايد تانية وماله, وليكن هنا في سي وهنا في عندي فوسفات جروب. هو بيقول لي ايه, اقرا السؤال طلع مفتاح. المفاتيح زي فواتح, احنا عايزين نطلع مفاتيح. ايه بقى المفاتيح؟ بيقول لي during the replication process at which point is X added to the new DNA strand. انت متبرمج ان انت عايز تقول ان اللي هيربط هو الهيدروجين بوند. هو مش بيسأل اللي هيربط ما بين خيطين, لا, هو بيقول لك اثناء التضاعف ايه at which point X, في اي نقطة X ده added to the new DNA strand, يعني عايز اعمل شريط DNA جديد, يبقى هربط نيوكليوتايد ببعض, يبقى الفوسفات جروب تمام اللي هو رابط مع الكربون رقم 5 تمام هيربط مع الكربون رقم 3 في النيوكليوتيد اللي قبلها. هنا كده خلينا نعملها حتى بلون مختلف, يبقى في كوفالنت بوند صح كده يا اولاد. يبقى معنى كده الجزء اللي هيرتبط هو مين, هو 4 اللي هو الفوسفات جروب. فوسفات جروب هيربط اهو مع الكربون رقم 3 في الايه النيوكليوتيد التي تسبقها عشان يكون لي نيو ستراند. بكرر تاني هنا المفتاح بتاعي كلمه نيو ستراند, ده المفتاح. فنيو ستراند عشان يعمل خيط جديد, ولو رسمت وحده تانية يا اولاد اهو نيوكليوتيد تانية, لان هو بيقول لي ايه دي ان اي بيلدينج يونت تمام اهي, وهتروح رابطه برضو مع الكربون رقم 3. يبقى مين اللي مسؤول يا جماعه؟ الوحده اللي اسمها فوسفات جروب انها تتربط بكوفالنت بوند مع الكربون رقم 3, وليكن هنا نفس الكلام, انا عندي شوجر وهنا مثلا عندي جي. خلاص, يبقى هنختار مين؟ الفوسفات جروب. يبقى الاجابه بتاعتي نمبر 4. السؤال اللي وراه, in the opposite figure which structure is involved in post muscle contraction and relaxation. في الشكل الذي امامك ايه التركيب الذي يكون ضمن انقباض العضله وانبساطها؟ طيب هو عشان تنقبض وتنبسط العضله بيبقى محتاجين ايه؟ برافو عليك, اي تي بي. ماشي, الاي تي بي ده بيجي منين يا ولاد؟ من الهواء ولا في حد بينتجه؟ لا, في حد بينتجه. مين اللي بينتجه؟ اورجانيل اسمه ميتوكوندريا. تمام, في ميتوكوندريا عندك اه يا باشا, رقم 4. يبقى الاجابه بتاعتي 4. Which of the following symptoms arises from the presence of tumor? بص الحته دي وخلي بالك, اي من الاعراض التاليه هيظهر او هيبان عند وجود ورم tumor. فين يا ولاد؟ في الادرينال ميدالا. مفتاح, مفتاح ميدالا. دماغك متبرمجه ومع توتر الامتحان انك عايز تلاقي التيومر موجوده فين؟ برافو, في الكورتكس. فتروح تدور على ان هيحصل فيمينايزيشن على الميلز و الماسكولايزيشن بالنسبه للفيميلز, وممكن يحصل اتروفي للجونز. لا, اقرا السؤال بالراحه وطلع المفتاح او الحاجات اللي هتعرفني انا هختار ايه. يبقى انا هنا بقول ميدالا, هي ميدالا بتفرز ايه؟ الله ينور عليك, ادرينالين ونور ادرينالين اللي هما بتوع ايه؟ فاكرين كنا بنقول 5 موا في عبده, احنا بنقول 5 انكريزنج, بيزيد الجلوكوز في الدم, انكريزنج ذا ليفل اوف جلوكوز, انكريزنج ذا كونفرجن الجلايكوجين انتو جلوكوز, انكريزنج ذا هارت بيتس ضربات القلب بتزيد, انكريزنج ذا كونتراكشن اوف ذا ماسلز انقباض العضلات, انكريزنج ان ذا اوكسجين كونسبشن استهلاك الاكسجين, كل ده بيزيد. حلو الكلام؟ بيقول لك appearance of feminization مرفوض, انا هنا بتكلم عن الميدالة مش الكورتكس. increase the blood sodium concentration ملوش علاقة, الشغل بتاع الصوديوم والكلام ده شغل مين؟ الدوستيرون, وده شغل الكورتكس. decrease the blood glucose level, بيقل الجلوكوز ليفل. ازاي يا باشا يقل الجلوكوز ليفل؟ ده احنا معانا ادرينالين هيكسر الجلايكوجين اللي موجود في الليفر يحوله الى جلوكوز, يعني مستوى السكر هيزيد, ما ينفعنيش. increase the heart beats, زياده ضربات القلب. حصل يا فندم, لان التيومر ده هيؤدي الى
خلل في إفراز الأدرينالين والنورأدرينالين قد يكون بزيادة فيحدث زيادة في ضربات القلب، لأن إحنا عندنا 5 increasing عند إفراز الأدرينالين والنورأدرينالين. وطبعا الورم معناها زيادة في عدد الخلايا بتاعة المضلة، يعني زيادة في إفراز الأدرينالين والنورأدرينالين. تمام؟ سؤال حلو. سؤال اللي وراه بيقول Which of the following lacks a 5' end in its genetic material؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أي من الآتي ما عندوش نهايات مفتوحة، تمام؟ ما عندوش 5 أو 5 داش، ما عندوش 5 داش، يعني عنده دي إن إيه مغلق. طبعا دي تعتبر الماكروفيج، والماكروفيج المفروض ان هي خلايا من خلايا الجسم، يعني معنى كده عندها الدي ان اي النهايات مفتوحه، عندها 3 5 داش و2 5 داش او 2 فوسفات جروب فري و2 او اتش فري. حلو كده. ونفس الحكايه السبرم ونفس الحكايه الاوفم. يبقى مين اللي هتكون؟ الميتوكوندريا، لان الميتوكوندريا كانت من الاورجنال اللي فيها دي ان ايه يشابه الى البروكاريوت ان نهاياته مغلقه، فهتبقى الاجابه بتاعتي. السؤال اللي وراه بيقول what the effect of ultraviolet rays in the genetic material illustrated in the figure. طبعا انا هنا عندي اشعه فوق بنفسجيه بدات انها تاثر على الدي ان ايه. واضح من الشكل اللي هو بيوريهوني ان هيحصل تغير في تتابعات الجين، لان انا عندي كده جين ده جزء اهو، هيحصل فيه تغير، هيحصل change in the structure of the gene، يعني عندي genetic mutation. حلو الكلام. طيب هل هيحصل structure gene mutation، هل تغير في التركيب؟ اكيد، لان التتابعات او sequence of nucleotides هتتغير، فده كلام جميل. طب هل هيحصل gene mutation due to the change in the number of genes؟ مفيش عدد جينات هيزيد ولا حاجه، اللي هيحصل ان السيكونز اوف نيوكليوتيد هتتغير، وبالتالي يتغير تركيب الجين. اذا الى الان ايه هي الاميل الى الصح؟ ستراكشر كروموسومال ميوتيشن مش هفكر اصلا، لان انا ما عنديش ما يفيد في الرسمه او في الفيجر اللي قدامي ان في تغير في اعداد الكروموسومات او تركيبها. يبقى هدلت سي وهدلت الدي وكمان البي، وهتبقى الاجابه الصحيحه ايه. السؤال اللي وراه بيقول in front of you is a diagram of two types of joints، عندنا نوعين من المفاصل. Which of the following joints can be correctly represented by figures A and B respectively؟ تعال نشوف ايه ايه اللي قدامنا ده بيعتبر limited، الشكل ده limited synovial joint خلاص، وده بيكون wide synovial، عايز تسميه بولاند سوكيت الكره والحق زي ما بيقولوها بتوع العربي، او عايز تقول هنا هينج جوينت، ماشي. يبقى انا بدور هنا ايه على ليميتد، وبدور في بي على وايد synovial. طيب تعال نشوف شولدر، ده انا بادئ هنا بالايه ب وايد ما ينفعنيش. طب ريست، بس انا عندي هنا ني جوينت، والني جوينت المفروض ان بي وايد، والني جوينت تعتبر ليميتد ما ينفعنيش. البو جوينت يعتبر ليميتد صح، شولدر يعتبر وايد مظبوط، اذا سي صحيحه. هيب جوينت انا بادئ، انا بقول لك ايه بادئ انها ليميتد، يبقى ما تنفعنيش، يبقى الاجابه بتاعتي سي. Study the opposite figure then deduce how many mRNA nucleotide. ايه المفتاح؟ فين المفتاح؟ اهو mRNA، القلم تخين شويه بس ولا يهمنا، ماشي. انا هشاور لك على المفتاح اهو، هحط نقطه كده وانت هتعرف. يلا بينا، القلم بخيره خلاص. المفتاح اهو، ايه المفتاح؟ اهو اهو، حطيتها لك في 3 نقط. ام ار ان اي نيوكليوتايد ار ريكوايرد تو اكمبلش ذيس بروسس. طب ما تيجي نعد، احنا عندنا كام امينو اسيد؟ عد يا باشا، 1 2 3 4 5 6 7 8. حلو، يعني معنى كده يا باشا انا معايا 8 امينو اسيد. طيب ال 8 امينو اسيد عايزه تطلع النيوكليوتايد، خلاص يبقى هتضرب ال 8 في 3، لان احنا الواحد امينو اسيد بكام؟ بتلاتة نيوكليوتايد، صح كده؟ جميل. طب 8 في 3 بكام؟ برافو عليك، ب 24. 24 نيوكليوتايد، وما تنساش ان في 3 نيوكليوتايد بتوع الستوب كودون. فاكرين الستوب كودون اللي هم احتمال حاجه من الثلاثه، يا اما يو اي جي، يا اما يو جي اي، يا اما يو اي اي. يبقى هنا
الإجابة بتاعتنا 24 و 327 تبقى الإجابة بتاعتي إيه؟ From your study, which of the following genes are common to all eukaryotes? إيه الجينز اللي هيكون موجود، الجينات اللي هتكون موجودة في كل اليوكاريوت؟ خلي بالك اليوكاريوت مختلفين في الجينات، يعني أنا مثلا الفراشة عندها جينات عشان تبقى الأجنحة بتاعتها ملونة، النحلة عندها مثلا جينات علشان هيبقى عندها قدرة على إنتاج العسل، الإنسان عنده جينات علشان قدرة على إنتاج مثلا الانترفيرونز وهكذا. طيب احنا عندنا هنا هنختلف عن بعض في الجينات. طب هو مين الجين ده؟ عباره عن ايه؟ عن بروتين. ومين اللي بينتج البروتين؟ الام ار ان اي، لان بياخد نسخه من المعلومات اللي موجوده على الدي ان اي، الدي ان اي اللي عليه كل الكتالوج. حلو، ده هنختلف عن بعض في الام ار ان اي. لكن هل هنختلف في انواع الامينو اسيد واحده؟ هل هنختلف عن بعض في مين هيحمل؟ ما احنا قلنا دي الجيناتيك كود تعتبر يونيفرسال، يبقى هنكون زي بعض في التي ار جينات الخاصه بالار سمول ار ان اي اللي هي مسؤوله عن عمل تكوين الريبوسومات، وهنكون زي بعض في التي ار ان اي المسؤوله عن حمل وكاري ذا امينو اسيدز. وبالتالي هدلت من اختياراتي الام ار ان اي. البي تنفع بس عشان هو حاطط اونلي مش هختارها. هنا بيقول لي ام ار ان اي وتي ار ان اي، ام ار ان اي مش هختارها، يبقى الاجابه بتاعتي هتكون دي، لانه بيقول لي تي ار ان اي وار سمول ار ان اي. هنتشابه كيوكاريوتس في حاجتين، الجينات الخاصه بالتي ار ان اي التي تحمل الامينو اسيد، لان ده كل الامينو اسيد موجوده في جميع الكائنات، والار سمول ار ان اي اللي بيدخل وانتر ان ذا ستراكشر اوف رايبوسوم، لكن هنختلف في المسجز اللي شايلها الام ار ان اي لان احنا مختلفين في الجينات. السؤال اللي وراه بيقول ايه؟ The figure show the red blood cells from the patient of sickle cell anemia. خلي بالك عشان في ناس هتبص لدي مع التوتر تفتكرها سبوروزايت وتبدأ تبني احلامها على هذا الامر. لا يا باشا، احنا معانا هنا بيقول لي sickle cell anemia ده مرض وراثي. خلاص، which of the following technique، اي من التكنيكات او الطرق دي can confirm the diagnosis of this disease، هيبتدي ان هو يأكد لنا ان الشخص ده مصاب او عنده المرض ده. هل بلاد سيلز كاونت، هل تحليل دم، ولا دي ان اي كلوننج، ولا ريكومبلنت دي ان اي، ولا دي ان اي تيستنج؟ طبعا دي ان اي تيستنج، لما اعمل اختبار للدي ان اي هعرف اذا كان الجين اللي موجود في سيكل سيل انيميا الشخص مصاب بهذا الجين ولا لا، لانه مرض جيني، او خلينا نقول ان هي بتبقى جيناتيك ميوتيشن، طفره جينين، يبقى اللي هيبينها لي لما نعمل دي ان اي تيستنج. السؤال، احنا دينا راحت كده في حاجات كتير اهو. You have in front of you a pulp، عندنا بصله، البصله دي بتاعت نبات اسمه هايسينوس، ما علينا الاسم، المهم ان هو كتر خيره وبين لنا المفتاح بالب. بالب يبقى انا بتكلم في ايه؟ برافو عليك. يبقى السؤال يخش بولينج باي روتس. حلو كده، at one of each growth stages، في مرحله من مراحل النمو. Which of the following statements correctly describe organ X، الاعضاء X وY، فين X وY؟ X ده يعتبر البولينج روت. طبعا هنا في هابتوتروبيزم اللي هي الحركه بالشد، انا بتكلم كده في ايه يا اولاد؟ موفمنت ان ذا بلانت، الله ينور عليكم. دي بولينج روت الجزء ده. خلاص؟ والجزء ده سب ترينيون ستورينج ستم، سيقان مختزنة الغذاء. جميل؟ جميل. تعال نشوف هو عايز مننا ايه. بيقول لحضرتك مين اكس ومين واي؟ هل اكس هو المسؤول عن البلانت سبورت؟ لانه بيشد الايه؟ البالب اللي سويتبل ديستنس علشان يحميها او بروتكت ذا بلانت فروم ذا ويند افكت، مظبوط. هل واي ريزلت فروم ذا اوفري انلارجنج، مبيض حصل له تضخم؟ لا. ريسبونسبل فور ووتر ابسوربشن، هو مين ده؟ اكس، مظبوط. هل هنا الواي ناتج نتيجه انتفاخ او تضخم الريسبتكل اللي هو جزء من اجزاء الزهره؟ برضه لا. هل سي ريسبونسبل فور سبورت، الاكس هو اللي مسؤول عن الدعامه؟ قلنا ايوه، لانه بيسحب النبات، او بنقول بيحصل ان البلانت از بولد اندر ذا سويل ات سويتبل ديستنس، مظبوط. هل واي ريزلت فروم ذا ستيم انلارجنج ويز فود، عباره عن ساق مختزن في الغذاء؟ كلام جميل وزي الفل.
دي بيقول لي grows toward the light. هل الاكس ده بيتجه الى الضوء؟ استغفر الله العظيم، ده روت، وطالما روت هيروح للضوء ليه؟ ده اصلا عنده نيجاتيف فوتوتروبيزم. اذا هنا الاجابه بتاعتي هتكون سي. Through studying the opposite diagram, الشكل اللي قدامك ده, what is the consequence of the absence structure X? إيه اللي يحصل لو غاب X؟ تعال نشوف. عدم قدرة على تاني ذراع، تمام؟ ممكن هنفكر فيها بس هكمل. The semicircular movement هو ده يعتبر إيه يا ولاد؟ أنا X كده شايفاه إن هو joint، مفصل. خلاص؟ فكل إن أنا مش هعرف أتني الدراع ممكن، محتمل، بس يمكن ألاقي فيه إجابة أفضل. طيب. The semicircular movement of the forearm stop. اه فعلا انا مش هقدر الف، ودي حاجه صح، انا مش هقدر الف الريديوس اللي هي بتلف حركه شبه دائريه حوالين الانا. ده كلام جميل، يبقى تبقى دي برده صح. يبقى كده عندي اتنين صح، هدور مين فيهم الاصح. Inability to move the humerus، مش هعرف احرك الهيمرس، ملهاش علاقه. Corrosion of the rest bones، هنا هيحصل تاكل لعظام الريست، لا يبقى انا لا هفكر في دي ولا هفكر في دي، وبين الاثنين انا طبعا واضح ان الاسلم هي بي، ان هنفقد قدره المفصل ده ما بين الريديوس وما بين الايه؟ ما بين الان، عشان ما حدش يقول لي ان ده مفصل القوه، ده بيقول لك مفصل ما بين العظمتين دول، يبقى ركز، ما بين العظمتين اللي هي مين ومين؟ ما بين الريديوس وما بين الان، يبقى معنى كده لو حصل ومش موجود مش هنعرف تلف الريديوس حوالين الان، وبالتالي الاجابه بي هي الاسلم. Which of the following embryonic stages، اي من المراحل الجنينيه التاليه بيمنع the lowest rate of DNA replication، بيكون في اقل تضاعف للـ DNA. اقل تضاعف للـ DNA لما الجنين خلاص يكتمل ويبقى زي الفل وخلاص الست هتولد، يبقى معدل النمو بطيء جدا واكتمل نمو الجنين. مين المرحله اللي واضح فيها انه اكتمل نمو الجنين؟ اهو المرحله ايه اللي المفروض فيها ان الجنين بقى متجه بالراس ناحيه السيرفكس، يبقى معنى كده الفقره ايه. السؤال اللي وراه بيقول which of the following stimulate the secretion of calcitonin hormone from the thyroid gland، اي من الاتي يحفز افراز الكالسيتونين من الثايرويد جلاند؟ هل neural stimulation ولا hormonal stimulation ولا elevated concentration of certain ions؟ إيه؟ طبعا هنا ملناش دعوه، مفيش حاجه بتخلي تحفيز عصبي ومفيش hormonal stimulation. الكالسيتونين ملوش علاقه، اللي له علاقه الثيروكسين اللي هو مرتبط بالتي اس اتش، تمام؟ elevated concentration of certain ions، اه لما يرتفع الكالسيوم ايونز في الدم بيحس الجسم ان تم سحب الكالسيوم من العظم، فبنروح معليين الكالسيتونين عشان يمنع سحب الكالسيوم من العظم. ده كلام جميل. نقص ايونات معينه، لا، نقص الكالسيوم في الدم هيؤدي الى افراز وتنشيط الباراثايرويد جلاند انها تطلع لنا باراثيرمون، وبالتالي الاجابه بتاعتي هتكون سي. The table show the two mechanism، الجدول اللي قدامنا بيشير الى اليتين of action of antibodies، لطريقه من طرق الاجسام المضاده. طبعا احنا بفكرك عندنا خمس طرق للاجسام المضاده اللي هم ايه يا اولاد؟ عندنا نيوتراليزيشن، وعندنا اجلوتينيشن، وعندنا لايسيس، وعندنا انتي توكسينز، وعندنا بيرسيبيتيشن. دول خمس طرق للانتي بوديز. بيقول لحضرتك نمبر اوف افكتيف انتي بوديز، عدد الاجسام المضاده الفعاله اكتر من عدد الميكروب، تمام؟ دي اكس. واي number of effective antibodies، عدد الاجسام المضاده الفعاله اقل من عدد الميكروب، يعني يكون عندي مثلا بتاع انتي بودي واحد وعليه ميكروبات كتير. برافو عليك، راح مفكر على طول، قال لك واحد وماسك فيه خمسه سته ميكروب، يبقى انت بتكلميني عن الاي جي ام، ويبقى بتكلميني عن ميكانيزم اسمه اجلوتينيشن. طيب تعالوا نشوف بقى ما ايه اللي بيتقال. ميكانيزم اكس باست، لا، ميكانيزم واي ديبند اون انتي بوديز اوف ذا سمولست سايز، بيعتمد واي على اجسام مضاده صغيره في الحجم، اصغر حجما. ميكانيزم اكس اولويز ستيمولييت فاجوسايتوسيس، اكس دايما بيحفز الفاجوسايتوسيس او عمليه البلعمه الالتهام، ولا الميكانيزم واي ديبند اون انتي بوديز اوف ذا لارجست سايز؟ طبعا واي بيكون كبير في الحجم، احنا عارفين ان هو عنده 10 انتيجين بايندينج سايت، وبالتالي الاجابه بتاعتي الاسلم هتكون دي. احنا هنا في question 22 وهكتب طبعا زي ما علمتك هنا جنبها اي جي ام، وافكرك ان احنا قلنا agglutination. After studying figure the figure below، لما تدرس الشكل اللي قدامك انت شايف الورقه هنا بدات تسقط
تمام. Which of the following substances is involved in the illustrated change؟ مين المادة المسؤولة عن هذا التغير؟ هل الاندول أسيتيك أسيد اللي هو type of oxygen ولا liquid nitrogen؟ ده أنا بحفظ بيه المواد عشان تكون على قيد الحياة، إذا مش هفكر في دي أنا هفكر في ده وهقول لك ليه. Type C coconut milk، ده اللي بنعمل بيه tissue culture. أنا شايفة الورقة تسقط. كولشستين في ناس فكرت فيه، بس خلي بالك الكولشستين بيموت، مش بيموت أورجن، ده بيموت خلايا. لان كنت بقول ده طبعا بستخدمه في حته الميوتيشن، انديوسد ميوتيشن، لما بنرش النبات بالكولشستين بيحصل اتروفي، ضمور او موت او ديث للايبيديرمال او طبقه الايه التوب اوف ايبيديرمال سيلز، الخلايا القمه بتاعه الايه الايبيديرمال سيلز مش اورجن. لكن مين اللي كان مسؤوله من وظائفه ان هو فولينج اوف ليفز ان اوتوم؟ كان من وظائف الاوكسنز. مش مصدقني ارجع للفانكشنز اوف اوكسنز شابتر 2 اقراها كويس، هتلاقي من وظائف الاوكسنز كده. طب هنا مين من دول يعتبر اوكسنز يا اولاد؟ نمبر 8. فالاجابه بتاعتي هتكون ايه؟ كل شاسين بقى حدلته مش هختار. The opposite diagram illustrates the effect of cell X. الدياجرام اللي قدامك بيوضح تأثير الخلية X. Secretions افرازاتها on the human body. What does cell X represent؟ تمثل ايه الخلية X؟ الخلية X بترسب الدهون في الكبد وبتحرق الجلوكوز. يعني ايه دهون في الكبد؟ يعني تقصد ان الاول تبقى جلايكوجين، ولما انت ما تحرقش الجلايكوجين يتحول الى دهون. يبقى خلية X دي بتعمل ايه؟ بتفرز لنا انسولين، لان المسؤول عن الافراز عن الوظائف دي هو الانسولين. يبقى الخليه اكس دي مين؟ خلايا من خلايا ايلتس اوف لانجر هانز، برافو عليك، بيتا سيلز. يبقى هدور بقى هل هي بيتا سيلز اوف ذا ايلتس اوف لانجر هانز؟ كلام زي الفل. الفا سيلز، استغفر الله العظيم. اسينار سيل اللي هي خلايا اللي بتعمل بنكرياتيك جوس، لا. ادرينال ميدالا سيل، ما عندناش الكلام ده. يبقى ناخد السؤال اللي وراه. بيقول What does process X represent the opposite figure؟ أنا عندي خلية، الخلية دي بقى في خليتين واضح إنها surround itself with thick coat. حافظنا على number of chromosome، يبقى ده mitosis. هل ده بيوضح لنا تكيس أو إن في الأميبا حصل لها بقت cyst؟ cysting الأميبا ما حصلش، مفيش أميبا خالص. sporogeny in bread mold، هل ممكن ده يبقى الاسبروجني بتاع البريد مولد؟ يعني تكوين الجراثيم وبعدين حاطت نفسها بالثيك كوت، ولا اسبروجني ان بوليبوديوم، ولا بودنج ان ييست؟ تمام، هنفكر في الاسبروجني ان بريد مولد. بس ليه؟ لانه ان يبقى دي اجابه صحيحه. هتقولي ما نختار سي، بس الاسبروجني ان بوليبوديوم كنا بنقول يونيك اسبروجيني، لان الخلايا بتبقى 2N اللي هي سبور مادر سيل، وبعدين تنقسم بالميوزس وتديني N. لكن انا عندي N تحول الى N، يبقى مستحيل افكر في مين؟ في C. بادنج ان ييست، انا مفيش اي تبرعم، دي خلايا مغلفه او بتحيط نفسها بثيك كوت، اذا الاجابه السليمه هي B. خلاص، وبرده هنا بادنج في ييست مش معانا. السؤال اللي وراه بيقول What is the similarity between the genetic material؟ ما هو التشابه ما بين المادة الوراثية في البكتيريوفاج؟ أروح كاتبة فوقها وأنا بنقرا كده إنها دي إن إيه، used in Hershey and Chase experiment اللي استخدمت في تجربة هيرشي وتشاس، والليفر سيل إن هيومن اللي هي برضو دي إن إيه. هل not complexed with protein؟ هل لا طبعا معقد بالبروتين، إذا دي ما تنفعنيش. طيب has three prime end، عنده نهايات مفتوحة، كلام زي الفل. يحتوي على الريبوز، استغفر الله العظيم، دي اوكسي ريبوز. سنجل ستراند دي ان ايه، ده دبل ستراند، وبالتالي الاجابه بتاعتي هتكون بي. The opposite figure what is the similarity؟ بدور على التشابه، بحط دايره كده او خط على كلمه similarity between gland X و gland Y. هي X دي مين؟ دي المفروض اللي هي الغده الدمعيه، تمام، وهنا دي salivary gland. حلو، طب عايزين نعرف التشابه. هل with external secretion outside the body؟ هل الاثنين يعتبروا افراز خارجي خارج الجسم، تمام، ولا الاثنين external secretion inside the body داخل الجسم، ولا there contain secretion contain lytic enzymes اللي هي انزيمات محلله، ولا there secretion contain strong acids؟ تعالى بقى external secretion ماشي، بس مش الاثنين outside. المفروض lacrimal gland اللي هي الغده الدمعيه بتكون خارجيه، والسلايفا بتكون يعتبر external ولكن inside the body، يبقى هنا مش هقدر اختار ايه.
with external secretion inside the body هتبقى تنفع مع Y وتنفعش مع X. يبقى دي ما تنفعنيش ودي ما تنفعنيش. خلاص تعال بقى نشوف C. Their secretion يحتوي على lytic enzyme يحتوي على انزيمات محللة. بالفعل ده يعتبر خط دفاع أول، فالإجابة C هي اللي تمشي. دي بيقول تحتوي على strong acid، لا مفيش strong acid، يبقى الإجابة بتاعتي C. Which of the following could be represented by the opposite graph؟ أنا عندي الشكل اللي قدامي فيه نوعين من أو نوع من التكاثر before reproduction و after reproduction، قبل التكاثر وبعد التكاثر، وواضح الجيناتيك دايفرستي مفيش أي تنوع وراثي، يبقى معنى كده اللي قدامي ده نوعا من الأسكشوال ريبرودكشن المعتمد زي ما أنا علمتك على الميتوزس، معتمد على الميتوزس يبقى مفيش نوع من أنواع التنوع الوراثي. تيشو كلتشر تنفع جدا لأن ده أسكشوال إيه ريبرودكشن، خلاص يبقى دي هتنفعنا. طب سكالري فور ما تنفعش لأن دي سكشوال، سكشوال ريبرودكشن ما تنفعش، التنوع الوراثي هنا مفيش. أنا بقول لو تكاثر جنسي في تنوع وراثي انه معتمد على الميوز. سبروجني ان اديانتوم برضو ما ينفعش لان احنا قلنا السبروجني في الاديانتوم وفي البوليبوديوم بيحصل بانقسام ميوزي او ميوزس ديفيجن وده بيؤدي الى التنوع الوراثي، خلي بالك. يبقى بالتالي الاجابه A. نشوف السؤال اللي وراه بيقول the figure illustrates the seed of monocotyledon plant والسوماتيك سيل كونتين 8 كروموسوم، يعني معنى كده ال 2N بتساوي 8 يبقى ال N بتساوي 4. طب انا عندي ده سيد كود والسيد كود هيكون 2N وعندنا ده الجنين امبريو والامبريو برضو هيكون 2N وهنا ده اندوسبيرميك تيشو، نسيج الاندوسبيرميو ده هيكون 3N. يبقى معانا ايه بقى؟ معانا A B C، A والB والC، معانا 2N و2N و3N، يبقى هيكون 8 8 12. ليه؟ لان احنا عندنا 4 في 3 هيبقى ب 12، اذا الاجابه هتكون دي. السؤال اللي وراه بيقول the following figure show the sequential events in reproduction of rocks، ده تتابعات او الاحداث اللي فيه تكاثر الضفادع، زي ما احنا شايفين fertilization وبدات يحصل انقسام، بقى عندي 2 سيلز بعدين 4 بعدين موريلا اللي هي نمبر 5، وصلنا الى المرحله رقم 7، تمام؟ بيقول which of the following can be used to produce offspring with traits identical to those of the embryo stage number 7. أي من المراحل يمكن أن يستخدم لإنتاج نسل مع صفات مماثلة للشكل رقم 7؟ إن إحنا breaking the egg نأخذ البويضة in stage number 1 ولا taking a nucleus، طبعا أنا لو أخذتها يبقى ما فيش عندي sperm، تمام؟ أنا هنا الرقم 7 دي خليط ما بين السبرم والإج، ولا taking a nucleus from stage number 5 هاخد النواة من المرحلة رقم 5 and transplanting into a nucleated egg احطها في بويضة طبعا بدون نواة، ولا taking nucleus from stage number 1 اخد النواة من number 1 اللي هي نواة البويضة يعني و transplanting in a nucleated one، يعني هاخد كده بويضة N، هاخد نواة N لان هاخدها من الأوفم، ولا separating cells from stage number 4 and transplanting them into coconut. احنا كنت بتكلمني عن مين؟ على re-nucleation. وانا في re-nucleation بسحب نواة من خلايا جنينية embryonic cells، يعني هاخدها من الخلايا الموريلا اللي هي الكتلة دي، يبقى سحب نواة من المرحلة رقم 5 وثم ذراعتها في بويضة تم تلف النواة بتاعتها بالradiation مثلا، وبالتالي الإجابة الأفضل هي B. وانت بتكلمني هنا في re-nucleation ودي من الأجزاء المهمة في الامتحان، الصفحة الأخيرة في reproduction بيعزها جدا ويجيب فيها أشكال مختلفة، تمام؟ ناخد السؤال اللي وراه بيقول the opposite figure illustrates spinal cord، شكل للسبينال كورد which compression with requires a surgical procedure to remove some parts of the vertebra، هنشيل أجزاء في الفقرة. study it then answer which of the following processes was removed during this surgery. طبعا جايب لك before وجايب لك after، واضح ان تم ازالته هو النيورال سباين، والإجابة بتاعتي هتكون B.
The graph below shows the concentration of ovarian hormones. Ovarian hormones يبقى أنت بتكلمني عن الاستروجين والبروجسترون in blood throughout the menstrual cycle of an adult female. At which point does the ovary release the secondary oocyte? Secondary oocyte بتطلع في اليوم ال 14 اللي هي مرحلة الأوفيوليشن اللي هي بتكون في اليوم ال 14. إذا هتكون في المرحلة C. السؤال اللي وراه بيقول if you know that newly formed potato tubers contain high proportion of chlorogenic acid which effectively inhibits the growth of microbes responsible for scab disease in potatoes, it can be deduced that chlorogenic acid falls under the category. ايه اللي هيخلي السؤال بيقول ان احنا عندنا بطاطس، البطاطس دي بتحتوي على نسبة كبيرة من اسيد اسمه كلوروجينيك، وده بيكون فعال جدا في منع نمو الميكروبات المسؤولة عن مرض في البطاطس. It can be deduced that chlorogenic acid تحت انهي مجموعة؟ يعني الكلوروجينيك اسيد ده هيكون ايه؟ هيكون الفينول ولا هيكون ريسبتور ولا هيكون ديتوكسيفاين؟ بيقول لي بيموت، بيقتل الايه؟ يعني كانه ماده سامه. اذا ما هو هيقتل ويمنع القضاء يبقى هيكون فينوليك كومباوند، وده الحته بتاعه انتي مايكروبيال كيميكلز. هنا ما قاليش تعاملت مع سموم، هنا ما قاليش حصل قطع مع جروح عشان اختار الجامز، هنا ما قالش ان تم التعرف ثم تنشيط الايه الانيت اميونيتي. اذا الاجابه بتاعتي هتكون نمبر A، فينوليك كومباوند. Question 34. The opposite figure show the section of newly formed stem dicotyledon plant. ده سؤال ممكن يترجح ان هو بدرجتين، ليه يا ولاد؟ لانه معتمد على سينيورتي. تمام، تعال نشوف هنا عندنا ايه. دي طبقه بنقول عليها ايبيدرمس، وعندنا بي دي تعتبر كورتكس. اول حاجه في الكورتكس هي كولينكايما، بعد كده عندنا السي دي تبع الكورتكس برضو بس هي بارينكايما، وعندنا البي خلاص وقلنا السي و دخل على الدي. الدي ده يعتبر بيريسايكل، والبيريسايكل كان بيحتوي على السكالارينكايما، والسكالارينكايما فيها سيلولوز ولجن، فطبعا هيكون اكثر مقاومه. تعالى بقى نبص مين الخلايا اللي هتكون اكثر مقاومه. ايبيدرمس دي طبقه عاديه جدا فيها سيل وول والدنيا سهله، سيل وول طبيعي ما داخل فيه تركيب السيل وول، يعني السليلوز اللي فيها تركيب السيل وول الطبيعي لاي خليه نباتيه، يبقى ايبيدرمس دي هتحاول. طيب نشوف اللي وراها. الكورتكس عندي كولينكايمه فيها زياده من السليلوز، ماشي، بس في هتكون في خليه اكثر مقاومه اكيد البيريسايكل اللي هي دي، لان يحتوي على سكادرين كايما فيها سيلولوز وفيها لجنن، يعني دي فيها سيل وول تحتوي على سيلولوز بشكل طبيعي، ده تركيب طبيعي. الكولين كايما فيها الكورنرز بتاعتها ار ثيكند باي السيلولوز. مين اللي هتكون اكثر مقاومه اللي عندها سيلولوز ولجنن، وبالتالي هتكون الطبقه دي هي الاجابه بتاعتي اللي هي بيريسايكل يحتوي على السكادرين كايما. فكرك الحته دي في سنه ثانيه كنا بنقول البيريسايكل يحتوي على بارينكايما سيلز ار الترنيتد مع سكالارينكايما، او كنا بنقول عليها فايبرز، وكان بيدي نوع من انواع الالاستيسيتي سترونج، بيخلي الساق قويه، وكمان فيها نسبه من المرونه او الالاستيسيتي، وبيخلي الساق اريكت. اريكت يعني قائمه. سؤال وراه بيقول the figure illustrates serious stages taking place during the life cycle of flowering plant. يبقى هنا بيكلمني عن نباتات زهريه. Study it then answer which structure is involved the post stages 1 and 4. طيب 1 انا شايفه هنا ان بيحصل وصول لل 2 male nuclei، هنا يعني حصل double fertilization خلاص، يبقى دي رقم 1. طب رقم 4 واضح ان احنا كده بنتكلم في germination. طب هو مين الجزء اللي كان بيحصل من خلاله الاثنين؟ Fertilization and germination. برافو عليك. الميكروبايل او اللي كنا بنقول عليه النقير. The diagram show the organs. ده احنا في سؤال 36. The diagram show the organs involved in the formation
وماتوريشن وستورج اوف لينفوسايت. عايزين نعرف الشكل اللي قدامنا بيشيء الاعضاء، تشمل التكوين والنضج والتخزين بتاع لينفوسايت. Which of the following could be represented by A و B و C respectively؟ هل ينفع A اللي هي في الفورميشن تبقى thymus gland؟ لا، لان الفورميشن thymus gland بتعمل ايه؟ بتعمل ماتوريشن، ما تنفعنيش A. طيب B بيقول لك هي البون مارو، هي ايه تنفع؟ طيب وبتعمل ماتوريشن thymus gland؟ اه بتعمل ماتوريشن للستيم ليمفويد سيلز، واللي بتخزن هي السبلين. اه دي اجابه سليمه. نشوف اللي وراه. thymus gland فورميشن لا، بون مارو فورميشن ايوه، طب السبلين بيعمل ماتوريشن؟ لا، وبالتالي كده الاجابه بتاعتي هتكون B، هي الاجابه الصحيحه. السؤال اللي وراه question 37. The figure below بيوضح لنا strain R اللي هي الرف اللي هي ما كانتش بتسبب الموت وتم قتلها بالحرارة فدتنا B، وهنا strain S اللي هي برضو C واحنا عطاها الرمز C ودي تم قتلها بالحرارة ودتنا D. Which of the following scenarios يعني ايه سيناريوهات results in bacterial transformation اللي هينتج عنها تحول بكتيري؟ عشان ينتج تحول بكتيري انا عايزة living R مع نون ليفنج اس. طب ليفنج ار هتبقى اي، طب نون ليفنج اس هتبقى دي، يبقى الاجابه ايه ودي. السؤال اللي وراه ان ويتش اوف ذا فولوينج سيلز داز بروسس اكس اوكير تو ا هاير ريت، في اي من الخلايا الاتيه الشكل ده هيحصل بمعدل كبير؟ طبعا اكس اللي قدامنا دي اسمها ريبليكيشن، خلاص تضاعف. طب التضاعف ده هيحصل فين؟ بيحدث بمعدل ميموري بي سيلز، دي بتفضل مش معدل كبير، دي بتفضل ساكنه وما بيحصلش فيه عندها ديفايدنج الا لما يحصل اصابه، تمام؟ طيب الانترلوكين والاكتيفيتد بي سيلز وخلايا البي سيلز، اه ليه بقى؟ لان احنا كنا الانترلوكين بتعمل ايه؟ بتعمل ديفايدنج وتعمل مالتيبلاينج وتعمل ديفرنشيتنج، يبقى اذا موضوع الريبليكيشن ده هيكون كتير، دي تنفع دي ما تنفعش. طب نيورو سكريتري سيلز، استغفر الله العظيم، الخلايا العصبيه لا تنقسم. ليفر سيل ان ادلت، لا طبعا ما بيحصلش فيه عندها انقسام بمعدل كبير، خلاص ده عضو تم ايه تكوينه الا اذا حصل نوع من انواع التلف. فاللي فيها سرعه في حدوث عمليه الريبليكيشن هتكون الانترلوكين لما مع الخلايا بي النشطه اللي بتعمل ثلاث عمليات ديفايد مالتيبلاي ديفرنشيت. Based on your study the following table، عندنا خليه line defense in which in active اللي هي second الخط اللي بتبقى نشيطه فيه الثاني والثالث. الماده secretes inflammatory generating substance، ما بتفرز ماده مضاده للالتهاب يعني ما فيش افراز للهيستامين. تقاوم البكتيريا، ما لهاش علاقه بمقاومه البكتيريا. بتكومبات للكانسر واتاك فيروس انفكتد. يبقى انا بتكلم هنا واضح اني بتكلم عن يا اما تي سي يا اما ناتورال كيلر سيلز، بس خلي بالك التي سي ما بتشتغلش في السكند لاين، مين اللي بتشتغل؟ الناتورال كيلر سيلز، تمام؟ هي اللي بتشتغل هنا، ده ناتورال كيلر سيلز، دي ليمفوسايت، هنا دي بازوفيلز اللي هي نمبر سي، ودي هنا ايوسينوفيلز. حلو، يبقى الاختيار بتاعي هيكون ايه؟ The opposite figure the distance between x تمام and y مقارنة compared to the distance between z and e. طبعا المسافة هنا ده يعتبر قاعدة نيتروجينية ودي قاعدة نيتروجينية، واحدة فيهم بيورين واحدة فيهم بريميدين، حتى لو كان بيقول لي بكتيريا ورابت، ففي جميع الكائنات الوضع بيكون واحد والمسافة هتكون 1 to 1 تمام. السؤال اللي ورا بيقول The graph illustrates lengths of DNA molecules in cells from two different organisms. The ratio of number types of RNA polymerase organism A that in organism B. طبعا واضح ان A طالما هو 2 متر يبقى ده يوكاريوت وانسان. خلاص ده الـ DNA بتاع الـ human being. وهنا عندنا بروكاريوت اللي هي البكتيريا. حلو الكلام؟ طيب فاحنا عندنا هنا كام نوع من انواع الـ RNA polymerase؟ عندنا ثلاثة، واحد للـ mRNA، واحد
لل R small RNA، واحد لل T RNA. هنا ال RNA polymerase واحد بس بيعمل التلاتة، انزيم واحد مسؤول عن تكوين التلاتة، يبقى النسبة هتكون 3:1. سؤال حلو برضو، فالإجابة بتاعتي هتكون C. هنا بيقول ده سؤال حلو قوي، سؤال 42 وكان فكرة امتحان 2023، يعني كده الفكرة دي موجودة في 2023. بيقول study the diagram illustrating the action of restriction enzyme انزيمات القصر أو القطع في bacterial plasmid then deduce how many pounds، ما هي عدد الرابط اللي هيتم كسرها after adding the enzyme على البلازميد. طبعا زي ما هو شايف هو عامل كده، القطع هيتم كده. حلو كده؟ طيب يبقى السي والجي زي ما هي والسي والجي زي ما هي، هيتقطع بس الرابطه التساهميه او الكوفالنت بوند اللي هنا، يبقى عندي كام رابطه تساهميه اتقطع؟ 2. طب وكام رابطه هيدروجينيه؟ عد بقى ايه وتي، دي 2 2 وبعدين هنا 2 يبقى 4 2 6 2 8، يبقى 8 هيدروجين بوند و2 كوفالنت. تمام، انا هرجع تاني اهو اشاور لحضرتك عشان تفهمني، اللي هي حتى بالازرق وبالراحه كده، انا هيبقى القطع هنا خلاص. السي والجي هتفضل زي ما هي، بينهم رابطه ثلاثيه هيدروجين بوند، وهنا السي والجي برضو مربوطين بترابل هيدروجين بوند. القطع هيبقى الكوفالنت والكوفالنت، دول هيتشالوا بقى، هتبعد عن بعض، يبقى هكسر الهيدروجين بوند اللي ما بين الاي والتي والاي والتي والتي والاي والتي والاي، خلاص يبقى هيبقى عندي 8 هيدروجين بوند و2 كوفالنت، وتبقى هنا الاجابه دي. ده سؤال حلو، خلي بالنا منه، وده كمان كان من الاسئله النينجا الحلو جدا، لان في ناس هتاخدش بالها مفتاح السؤال هنا يا اولاد الار ان اي بوليميريز، مش كل البوليميريز عشان ما تحسبش معاها الدي ان اي بوليميريز فتقولي لا هنا في 4 وهنا في 2، ده عايز الار ان اي بوليميريز. Through your study of the following diagram، عندي ماكروفيج ارتبطت معاها خليه ولتكن ال TH، خلاص ال TH دي هتبدا تطلع انترلوكينز. تمام، احنا القلم تخين، هقول بقى كده اورال وانت هتبقى بتسجل ورايا. تمام، يبقى انا عندي ماكروفيج ودي عندنا TH، خلاص ال TH دي هتبقى اكتيفيتد فهتطلع ايه؟ انترلوكينز، يعني دي اكتيفيتد. مش قادرة ما اكتبش صراحة. هنا انترلوكينز، وبعدين الانترلوكينز ده هيروح برضو في عندي اكتيفيتد تي اتش، هيروح مطلع سايتوكاينز، السايتوكاينز دي هتروح من الشطة تي سي، التي سي هتطلع بيرفورين، هو اللي بيخرم الممبرين بتاع الفيروس انفكتد سيلز، يبقى معنى كده المادة هي بيرفورين. هنا in front of you is an illustration of the life cycle of Plasmodium malaria study then conclude which of the following distinguishes stage C from stage D. بص يا سيدي، ادي C وادي D، دي جوه الكبد يبقى هنعمل كام؟ 2 cycles، ودي جوه الريد بلود سيلز يبقى هتعمل كام؟ several cycles، عدة دورات. يبقى هل التايب اوف سيل ديفيجن؟ لا والله، هما الاثنين ميتوزس لان هو تشيزوجيني. ديجري اوف جيناتيك دايفرستي برضه لا، لان ما فيش تنوع وراثي اصلا، هما نفس درجه الماده الوراثيه هي هي، ما فيش اي نوع من انواع التنوع الوراثي، ده مش فرق بينهم. نمبر اوف ريبرودكتيف سايكلز دي هيبقى فيها دورتين ودي عده دورات. ميثود اوف ريبرودكشن الاثنين زي بعض، اللي هو السكشوال reproduction by تشيزوجيني برضو مش هتنفع دي، اذا الاجابه بتاعتي هتكون سي. السؤال اللي وراه بيقول لحضرتك the graph illustrates change in the grass of the two sides of tendril، بيتكلمني عن حركه الهابتوتروبيزم by tendrils in the plant study if then answer. فانا عندي هنا which stage indicate that the tendril found a support، فين المكان اللي واضح ان لقى السوليد اوبجكت اللي حصل فيه تسارع، في زياده في النمو. هنا بيقول لي ذا سايد كونتاكتنج لل سبورت وذا فار سايد، الفار سايد المعمول بالاورنج واضح ان معدل النمو بتاعه زاد في مين؟ في بي، يبقى هنا الاجابه بتاعتي بي. طب اكسبلين يو انسر، اشرح لنا ليه ايه اللي حصل؟ حصل اكيوميليشن اوف اوكسنز ان ذا سايد that is away from solid
object. So the elongation occurs and the tendril twin around the solid object. هيحصل تراكم للأوكسنز في الجانب البعيد عن السوليد أوبجكت، وبالتالي هيحصل زيادة واستطالة، وبالتالي يلف التندريل حوالين السوليد أوبجكت. بيقول at what stage does، يبقى أنا عندي هنا لازم الحرف وبعدين الايه، يعني السؤال مقسوم اتنين. at what stage does the structure support، امتى الدعامة التركيبية؟ لما يبتدي يستقر التندريل ويلف يبدأ يترسب عليه بعض من الميكانيكال تيشو، فبالتالي هتبقى stage C. Study the following figure illustrating some stages in life cycle of Plasmodium malaria. وبعدين حل بقى. Which letter represent the reduction in chromosome؟ حصل امتى reduction in chromosome؟ تعال نشوف. لما البي، لما الاوكاينيت تحول الى اوسيست، ده اوكاينيت كام؟ 2N، وده اوسيست N، يعني حصل هنا ايه؟ ميوزس. تمام؟ يبقى ايه المرحلة اللي حصل فيها؟ المرحلة ايه؟ في السؤال ده ايه؟ ليه؟ لان الاوكاينات الـ 2N هيتحول الى اوسيست N بالميوزس. خلاص؟ يبقى انا هنا كمان شرحت. Letter اللي يمثل transformation without cellular division، ده زيجوت. خلاص؟ وهنا بقى اوكاينات، يبقى هنا هيكون دي. تمام؟ لأن حصل فيها تحول الزيجوت اللي هو 2N إلى أوكاينيت، هو كمان 2N. تمام؟ يبقى without any division، لأن ده مجرد ترانسفور، تحول بس إلى moving stage، مرحلة متحركة فقط. بكده بنهاية السؤال يبقى خلصنا النموذج رقم واحد في كتاب التفوق. أتمنى تكونوا استوعبتوا أفكار الأسئلة ولميتوا الأجزاء المهمة اللي احنا اتكلمنا عنها. دعواتي لكم بالنجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.